هذا السائل يقول: هل إعفاء اللحية فرض واجب على كل مسلم؟ بداية، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ بعض العلماء يقول هناك فرق بين الفرض والواجب. الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، على سبيل المثال إقامة الصلاة، وردت الآية وأقيموا الصلاة، فرضية الزكاة وأقيموا الزكاة، فقالوا هذا فرض. الواجب قالوا ما ورد بدليل ظني، يعني في خلاف، ولكن هناك من قال بالوجوب. هذا قول أكثر العلماء، عدم التفريق بين الفرض والواجب، كل فرض واجب وكل واجب فرض. الفرض أساسا القطع، فكل ما قطعت به الشريعة فإنه يعتبر واجبا، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ففي مصطلحاتنا بالنسبة لهذا البرنامج أميل إلى عدم التفريق بين الفرض والواجب، فنقول هذا فرض وهذا واجب، فأخذا بقول من قال بعدم التفريق بين الفرض والواجب، وهناك من فرق. نأتي إلى مسألة إعفاء اللحى، هل هي واجب أم هي سنة؟ اختلف العلماء على قولين، ولكن أكثر العلماء على فرضيتها، أي على وجوبها، واستدلوا بأحاديث كثيرة في هذا الباب. بعض العلماء من الشافعية ونحوهم أو من سار على نهجهم قالوا بأنها من السنن وليست من الواجبات، فمن فعلها فإنه يؤجر، ومن تركها فإنه يكون قد ترك سنة من السنن. وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة بين الوجوب وبين الاستحباب، لم يختلف أحد في كونها من السنن، هذا أقل ما قيل بها في شأنها أنها من السنن، أقل ما قيل. ومنهم والأكثر قالوا بأنه تعتبر من الواجبات، وقع الخلاف في هذه المسألة. فهذه المسألة بأقوالها في ما يتعلق بالنسبة للحية، ولا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على هذه السنة، أي على هذا الهدي، فلذلك على المسلم أنه يحرص أن يكون متابعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام.